وك شرين شرين وك سحاب سحاب بعد استشهادها بفترة قصيرة يعني قررت اني اعملها شيء اللي يخلد ذكراها. يعني ليش؟ لانه شيرين ابو عقلي طبعا كل الشهداء الوطن الفلسطيني عبر التاريخ الحافل في شهداء في القافلة الشهداء الفلسطينيين كل الاحترام لهم وكل التقدير، كل انسان قدم لهذا الوطن وضحى باي شيء، فما بالك في الانسان اللي ضحى في روحه من اجل القضيه الفلسطينيه. كل الشهداء لهم منا كل الاحترام، لكن انا قضيه شيرين ابو عقلي يعني اثرت في هيك نوعا ما عمليه اغتيالها بطريقه كانت طريقه طريقه بشعه، زائد اللي اثر بزياده اكثر شيء عندي انا اللي اثر عمليه الاعتداء على جنازتها. وهي شيرين ابو عقلي يعني كانت دائما حاضره موجوده في اي حدث بحصل مثلا بفلسطين، بتلاقيها هي اللي بتغطي، هي اللي بتفرج للعالم جرائم الاحتلال اللي احنا بنتعرض لها. يعني شيرين ابو عقلي قدمت يعني على مدى سنوات طويله من 1996 تقريبا وهي تقدم وتشتغل للقضية الفلسطينية، فحبيت انه اعملها ايش اللي خلت ذكراها يعني لشيرين ابو عقلي. مع الاسف بس طبعا انه ما فيش اهتمام من المؤسسات، بدناش نقول الحكومية الغير حكومية، يعني في قضية مجسم شيرين ابو عقلي وحديد خميل، يعني حديد سميك، يعني الحديد هذا حديد سميك انا اللي اشتغلته على اساسي. ليش؟ لانه هذا بده ينحط في الخارج، بده يتعرض للشمس والمطر وعوامل الطبيعه، ف يعني اشتغلته على اساس انه يخدم. شغلها اخذ وقت معي حوالي 4 شهور، فلازم تجيب التفاصيل الدقيقه. يعني موضوع الوجه انا يعني في يعني العيون غيرت فيها حوالي 3 أو 4 مرات، الثم المنطقه هذه كنت يعني كل ما انه اشوف فيها انه فيها غلطه صغيره ارد اغير ابدل ازيد انقص، يعني شغله بدها وقت، كانت تاخذ وقت معي كثير. الشعر برضو غلبني كثير 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 الشعر، لانه يا اخي الشعر برضو هي حديد مثل ما انت شايف، هي حديد 4 ميلي، وبرضو بدك تجيب الشعر بطريقه نفس طريقه اللي موجوده في الصوره، لان التفاصيل هي اللي بتعطي رونق للمجسم. يعني التفاصيل انك يعني تخلي تمثال بدون تفاصيله مشكله، يعني بصير زي صنم بدنا نقول. فانا مش بصنع باصنام، انا بصنع في مجسمات، ومنشان برضو الفكره بعرفش انها توصل للناس، انه في ناس بيقولوا حرام ومش عارف ايش وحرام تصنع هاي اصنام، بس هذه مش اصنام، هذه مجسمات، يعني زيها زي الصوره الفوتوغرافيه اللي بتتصور اللي كل انسان بتصورها وبعلقوها بدورهم، يعني هاي نفس الشيء. يعني لن تغيب شيرين، هذه حقيقه واقعه. شيرين ابو عقله قدمت روحها في سبيل الحقيقه، اغتيالها من قوات الاحتلال الاسرائيلي اثار مخاوف حقيقيه من استهداف الحقيقه من الاحتلال. لذلك هذا المجسم اللي قام عليه الفنان موسى أبو عصبة من قرية برقع شمال نابلس هو رسالة منه لكل أحرار العالم، إنه إحنا ندعم قضية شيرين وندعم قضية المظلومين في كل مكان، وما هذا المجسم إلا تذكير بإنسانة قدمت روحها في سبيل فلسطين. لوكالة جي ميديا سامر خويرة من قرية برقع شمال نابلس.